هل يحق لي يا سيدتي بعد 5 سنوات من الطلاق خلعاً ومعي بنتين سن 20 و15 أن أطالب بنفقة للبنات وأجر مسكن وفرش وغطاء ونفق التعليم وقائمة المنقولات؟ إن شاء الله بعد 100 سنة مسؤولية الأولاد والإنفاق عليهم، الأولاد دول أولاد أو بنات، من الأب ولا تسقط أبداً. يعني ممكن تطلبي الإنفاق عليهم من يوم ما كانوا في اللفة لو ما بينفقش عليهم من اليوم ده. وهنا لازم تعرفي حاجة مهمة، إن حضرتك مش هتطلبي، هما اللي هيطلبوا، لأن عندك بنتين، واحدة 15 سنة وواحدة 20 سنة، ربنا يبارك فيهم، الاتنين في سن المخاصمة القضائية. يعني إيه؟ من 15 سنة الولد أو البنت هو اللي بيروح بنفسه للمحامي ويجي يقول لي يا أبلة ارفعي لي قضية علشان أنا أبويا مهملني ومش لاقي آكل. طبعا ليهم الحق في مسكن ونفقتهم، والمسكن يستمروا لحد البنات ما تتجوز. طيب قائمة المنقولات الزوجية دي حاجة تانية، دي عبارة عن زي إيصال أمانة إن المنقولات دي في عهدة الأب، فتقدري حضرتك تطلبيها في أي وقت وهو يقدم لك حاجتك اللي موجودة فيها أو بديل عنها يعوضك عنها. اتفقنا؟ شوف سؤال كمان.